استدامة البرص. والغروب الشرعي بمعنى ارتفاع الحمرة المشرقية إلى ربع الفلك. والفارق بين سقوط البرص والحمرة المشرقية 10 دقائق أو 9 دقائق أعتقد. وهناك أيضا بعض الفقهاء يقول ارتفاع الحمرة المشرقية مو إلى ربع الفلك، يعني ساعة الظلام في جهة المشرق، من صاحب الأول رحمة الله، يعني ربع ساعة. يعني شوف مثلا إذا شفت مثلا الأوليين يروحون يطالعون غروب الشمس، سقوط البرص، ويسوي ساعة 12، من يصير 12 وربع، الساعة الغربية لا، 12 وربع يأذن، فيقعد يعطي ربع ساعة ما بين سقوط البرص وبين غروب الشمس، ارتفاع الحمرة المشرقية. وهذا طبعا احتياط، لا بأس ربع ساعة احتياط. ويكفي هذه 10 دقائق عشان كافية هذه، لأنه ارتفاع الحمرة المشرقية إلى ربع الفلك إذا طالع إلى جهة الجنوب. يعني عندنا في البحرين هني إذا غابت الشمس سقط القرص توجه إلى جهة الجنوب، جنوب شرق. إذا تشوف امتلأ الظلام شريبيا، يعني أن الشمس ارتفعت إلى ربع الفلك، صار وقت غروب الشمس. وإذا كان ما زالت في حمرة موجودة، ما زال الحمرة بعده ما ارتفعت الشمس إلى ربع الفلك. السيد صاحب العلم رحمة الله عليه وجماعة من العلماء والمعمول به أيضا، أنا شفته في النجف، وأنا أشوف في النجف ظل بالوقت تالي أدي، يأخذون ربع ساعة من سقوط القرص إلى ربع عبادة على أساس يمتلئ الظلام في الجهة الشرقية، يسمونها ارتفاع الحمرة المشرقية.